الجماهير العمانية بدأت تنسحب بتوجيه من الاتحاد العماني، هل برأيك ذلك سيؤثر على مستوى نجاح البطولة؟ يعني هو أمر مؤسف طبعاً انسحاب جماهير عمانية، لأنه هي البطولة الخليج وفريقهم ده يلعب نهائي، من الضروري أن يكون متواجد نسبة من جماهير الفريق المضيف، لأنه جمهورهم أيضاً حقه أن يشوف المباراة. أنا أشوف هذا شيء مؤسف، بس هو عقلاني، قرار عقلاني في ظل هذا التدافع اللي شفناه والزحامات اللي موجودة. لكن أقول مؤسف أن يحدث هذا الانسحاب، وانسحاب العمانيين علينا الاعتذار منهم حقيقة. نعم. احنا نعرف الجمهور العماني ايش قد محب للعراق، وانا من الناس اللي كنت خلينا نقول على تماس مع بعض الاخوان، وفرحانين جدا بالبطولة بالعراق، صحيح. وفرحانين جدا ومتحمسين حتى يشوفون البصرة. نعم. يعني بغض النظر عن البطولة، تعرف كان هناك انقطاع، كان هناك تخوف، حاجز الخوف هذا من الوضع الان اللي كان يهول بشكل كبير جدا من الاعلام، انكسر هذا الحاجز. بالتالي يعني علينا الاعتذار من هذا الجمهور، ونقول انه ان شاء الله بالمرات القادمه هكذا خطا ما يكرر. كابتن، ما رايك بدور الموضوع الان الاتحاد العراقي وتلافي الخطا مع الجماهير العمانيه؟ هل يستطيع التواصل مع الاتحاد العماني بذلك؟ التواصل واجب، البطوله خليجيه والبطوله للجميع والبطوله للجمهور. نعم. يعني البطوله مو فقط ابنه، صحيح، البطوله لكل الجمهور الخليجي. وشفنا التوافد والأرقام اللي تطيها المراكز الحدودية عن تواجد الأخوان من الخليج في هاي البطولة، والخطوات الإيجابية اللي أنا أعتبرها أكثر من ممتازة بإزالة موضوع الفيزا والسماح بالدخول والسماح بدخولهم بسياراتهم. هذا كله أعطى البطولة وأثراها بشكل كبير، ورجع هذه اللحمة ورجع مشاعر افتقدناها من فترة طويلة.